maamulka garoway san u isayna wal aragtay hadana marka Nairobi togo soo ku yimid meji dhow ay aad ii casuumeen dawladda maanta joogta toddoba cusho oo hadhay bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil caalamiin salaatu ala sayyidina maxamed sallallaahu alayhi wasallam ilaahay mahad subhaanahu wa ta'aala إلهي سبحانه وتعالى نبعوك بلين نقول من يستوان بهض له إلهي أن بدقلي له أنت أدوه كوير نقول من يستوان بهض له وحن لها دمان مرتضى إيوم معلمين تأيي أرضي وحن لها هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولا يوحوي فرطان المركة هو رساء صد حمير وان كبت سنة يايو إن دولد أن تطوع شوهر لي أفر بيكوست علان أفر من صدح والله بيوتون مرر بيوتون كبير بان قادن إياه يصدح ليشان يوتون مرر عليك هذا وحوي دورتا إنه وحان أوهم بليان يا أردده ليح بقول كوي أفرتك يا والدك سبيشي لهو يويك ويمان تقنى هاي دقاله إنه سيدو يهي يا عروتو ديك سو صار الى جامعه الى وحن كبر سبحانه وتعالى عروتا صغار دلتو يدينتو وهي لي الله كدغان والدكونه الى سبحانه وتعالى اشرك سيا وحن تقول دردار مياون هنا اخلاق ده الى لسان اخلاق ده تعليم بلا اخلاق تعليم ماها اقون بلا ديننا ما هذا ما كان سي اقون ماها حيالها بدنه corruption كان يا احد يا قبيلك ودين انت وايمان انت وهدو ايمان كيس ودسن يهو الهي كبقيو انكي انكو دالي انكي انتو دشه مو كلا احدين ما قاعد دين تاي هل كو ادكيسنا وهاي جامعتنا وي مو قتا لذلك كيدو وحا كم قاعد كعيا انت دكتورك سو كعدي يا بورك رجا كمدة في مهودة تصبح يوسف هالشيء إن كان علي عربة شامة عرب يا بلاي جرايان تخص لونه صوت دره القيمة يسوع وفق مو جودي ساجدته ويسكو كل سنة هذا أيوة بلاي جرايان كلا دوه كلا هو سوي شيء ندونا تصبح تين نقول عليه سومال لان لبكون يشنتي وتلاقي نو صوت دري وكيل كجار كسوق قيمة يا أريمه إذا أي يد نو صدرت، واقعي نقضي، واقعي يدي احتراب كسومال لأن خطركم ما هيو، وقال أي أفريقيا ودله روتشي رتشي، لذا على ملك عاد دولت دي ملك عاد شوكت السماء يسي إلى ريال أم دخلها أي كتن، وده ملك ما كاسو قفكم مو كده ده له، هو قاري له برنامج كيس. لكن ما كويس كم فريستو وهابر هابر وكلا هذا كويس وحمانية مرقوا ولا تمان تروح الدنيا أيضا ورد تعسيو تعسيو ديرو ده كي حمر كل هذا إلهي هون حارستو كوا كوي دعونا إلهي سبحانه وتعالى هي جنا عف ما تسيو ده مسلم كورن بابا أحمد جرانسا شير قرة سومالي دم ده كده بهذا الكيدو سياسة دين كوكا لدوان نهاية دي واحد من الداد اسكم ده ايه لا رحي ما من هاي ودوقت هاي وده كان قروي ما مك قروي سانو يساينا ولا ركتا هم دانا مكان نيروبي تقو سو كوي ميشي دون اي آدي عسومين لانو صاحيب يا ايه اللي وان اسكم هاي سياسة دين مركاين نراهو كفر احنا ما وحيد با تكود عقف سوماليا ام بقف اسلام با ويوان تعصيلين هي waxa kale oo aan doonayaa inaan soo hambalyeeyo heshiiska maanta Ethiopia ee gashay dhoraati gaadhay heshiiskaasi waa inoo dhan geeska oo dhanba ina wadamada geeska dad gudahiisu ay nabad noqoto danteena ku jirta waliba innaga de Ethiopia waa suuqeyni waa jaarkeyni boqol biyuki afartan amba kontan dadkeenu waxay ku nool yihiin Ethiopia marka ayana inoo nabad helaan waan hambalyeeyaa انت هو حي راعه وحن جعل هاي ان دولتها ما انت جوجته تضوع شو هذي انت انا وان دورني
waxay dowlad ku noqotay ay ku shaqaysay markii aan labadeedii xisbiyada tartamay aan ogolaanay ulibaan aan u horeeyay ayay ku hirgashay distorka shan sano siiyey shantii sano toddoba cusho haray istaankeygii anagu aan ka taagnay 13 ka horteedna waanagii hore u sheegnay insha allah markii marka soo noqdaan qorada wadanina waan ku celin doonaa waxaan leeyahay maanta tala waxaan bixinaya oodin maan bixinaya taasoo sheekh iyo culimada jooga waxa weeye dalkeenu maanta waa ogtiin halka maciishada u taagan tahay shaqala'aantiina waa ogtiin adduunka waxa ka taagan waa ogtiin hadda maanta ciddii BBC dhegaysanaysay waxaad ka dhegaysataan barnaamij baashe laga sheekeyn oo leeyahay soomaalida geesku qarka waxay u taagan tahay macaluul macaluushaasi adduunkoodan inagu soo socotadan soomaalinahay iyo kale eegin ka NFD jooga ka soomaaliya ka maqaanaysaa Ethiopia maanta waxa weeye waxaynu ilaashanaa aan ku nooleen waa nabadgelyo waxaynu ku nooleen wixiina dee waynu iska barsiisan jirnay waa xoogaagtaan cabdiraxmaan axmed cali maalintii shirbeeleedka lagu abaabulay shalaytan dhegaysanaya kilib muusoo ka sheekeynaya kilib shirbeeleedkii 39-kii markii laga cigaal la doortay ilaahay u naxariistee labaduba ilaahay u naxariistee qaar ba u tooyidiha ha warijin wixii war iga tagay ma waalintii ma kursi baan ku dagaalamaa war waa wareejiyey waa kii wareejiyey siinaya waa ogeyday inoo maga shan isteetka laga hadlay kulmiyoodna waxay dhahaa wareejiye inoo indoors galeenin khiyaale war ma waalintii buu yidhi waa kii wareejiyey doorta inagu xukunka kumaynu dagaalami jirin waxayna ahayn dad danta weyn eega maanta way ka duwan tahay muuse wuxuu leeyahay inta aydi baabiyo labadan saddex inuu xusbi anaa soo haro ayaan laba ka badaya soo saaranaya dee yeeli mayno man yeelina inuu laba ka badaya ana soo saarto anna waan joogiyaa anna waan ka ridiyaa waxa leeyahay muuse salaam waxba kuuma talin laba sano kuuma korin karo anagana wax xiranta saddex arimood mi soo gal saddex arimood waa mida waxa tiri maxkamad baa xukuntay ayaa tiri ururada tooska ah waa lagu raaco baarlamaanka sharcigii soo sameeyey ay ku geli lahaayeen mid toosa saleemo baa tiri tuur iyo siciid uu tuuray si sharci daraa oo kaa kaa fariya chairmanka baarlamaanka kaa ogoloo baan leeyahay haddaad kaa diido waxaad yeeshaa ee sharciga raaco doorashadii madaxweynaha ee noo qabo oo ku beeskare 9 bilood ururna ma keen soo baxa keenii soo baxa ee hadhow ha qabto waxa isku qaldin hadda 9 buu soo saaray urur iyo 13-kii xisbi 13-kii waa 12 jilib 12 jilib ayaa tartamaya oo cidagala u dhacay faysal ma ogolaanayaan ana xisbiyadu waxay ku kala hadhi jireen inta xildhibaan ay soo saartaa ma ku kala hadhi jireen ya xaqsoor baa lagu kari waayo xabad la dhacay cidagala ma socdaa la leeyo doona hayna rafshadayna gelinin rafshadayna u baahanayn hayna gelinin haddii kale waxaan yeelina ee shirkiya shirbeeleedkii inoo qabto ina markii ay SM heshiin weyday ayay guurtidu boor ma fadhiisatay maanta SM ma jirta saddex xisbiyeeshii waaye qofkii qaldanaan odhan weyde waa wad qaldan tahay joog yaa shir beeradkii inoo qabto aanu boor ma tuug ku qabanno magaalada ka mid ahaan ka qabana leh taasna sabaal leh waa iga tadaan waa iga dardaaran ilaahay baa qofkii soo baxaya laakiin muuse oo dowladdii ah walaacina urursaday warday ila tartamaan ku leeyahay ila tartano haso saan laba yarood ka badisidi wax 6 bilood jiray oo madaxweynenimo warday adduunka lama arage jilib dhacayaana ma jiray ya
إذا قال ميه يا عاد عليه إذا قال ويه إذا قال ويه قال ويه دي وارد عليه تلاقيه ما فيس إذا قال ويه مسوي مسوي إذا وارد دون عضو نو ده ما يس تذكر كل شيء برع وكهالي ما دحوينه هذا يقرب وكهالي أنا إذا ما دحيل وكهالله ما وقتها وحوية دتك على سيدة لحج على دتك يا كقوان وهذه اللي جاوي أيا خوك السي حقنا وليه وحق بوليه إن الدرين كود السياسة الشيعان حق بوليه وحمانة ما يسمين وحنضد إن الله اللهم محمد كاهن ما أنت لو تروح أفر أسكري بأكل ما تبي ويلي مظاهرات كي ورمين أرنبي أسكري مع أسمي لما لا بلديك بيكون تمو شيء هو بلديك وشيء غيره هرجزية كم بعدين بره فرت واحد ساس عضة واحد ساس عضة إن البروفيكيشن بين واحد من كتب هذا الكتب بين سنة يا لا بقول أو ولا واحد ويه إيش إنه بحلبة يعلوين واضيار دتك بارمان كل شيء إنجليزك إيوكو جل كونغرسك إيه نعاويني الدمير كده يدن تدل كده إيه جسي أيه دعاية لغفرة إليهن لا روش بس وما نتسيت وحنا ورموس حمى بحياة ما كويل حيول أشجع بحياة ما وقتها ولا وين تي ما خو قاعدة دجال كاس كاركتر سياسينيش وحكت دهن كويني نجها أو كلا سار لموسى يدل كي أيه يغلن غفرة وحلاه وركوا عن رئيس وما لنا المودي إن موسوحيين ينقنك وحيي لسانه هل هو لا يقولون هل هو لا يقولون عدوين ولا ريبان الله تعصون تعصون الله ولا ريب أو كلا سار ولا ريا واحد أحدين أه يش الشيء عدوين أو ما أرك عن سين السام تعصون من وحلاه إذا مدو حلاه هاي ولدن مش دلان مش دلان بين وهن كم يسوي لي واحد كهل يسوي كهل يوان مغلس واحد ورسو مالك عاش على وجه بغياه dagaal iniga jooji ma lahayn dagaal waxaan reer reer garowey Soomaali dagaal ma lahayn dadkaasna waa waade boocane dad kale waa la yaqaana xuduud ma beddeli kartaan Soomaaliland hadda gaalka ay laba ka dhigteen laba dowladood Soomaaliland waa idinka xaaraan inay xadkeeda beddeshaan ee dadka maanta ma abaartu hayso ee dagaal hayna gelinina ma jidan laanday fidmada Soomaali idinka idin tiriyaan u faysal ahaan warka joog ba leenahay jooga ba leenahay oo waxay oran jireen madaxdooda warqabta dheeniga xidiga beenta qaatay ya jooji dagaalka yahay jabaad iyo xumaanta dalkaasi waa la kala leeyahay xuduudina waa international mana bedeli kartaan haajeed ka tahay marka ta Ethiopia badashaan ee war dheer idin dhaxaysa ayaa tan la bedeli kartaan tan waa taabo malaa'ig ma sameeyna gaala sameeyse xuduudaha afrikaanka waa sidii lagu qaatay ee charterka ee ayuu qortay waan la ixtiraamaa haddana dadan sidda anagu waxaan dadka ma doonay waxba isku celinahay ma jibaga ba ba waan hadhaa horanina wasalaamu alaykum.